ده اللي بعتيني عشانه؟ انا ما بعتكش عشان حد، انا اعرفه قبلك. بعد كل اللي عملته لك عايز منك سبب واحد بس. ما حبيتكش، ما حسيتش اي حاجه ناحيتك. هي دي اللي مجنناكي، هي دي السبب من الأول صح؟ مش هي بالتحديد، أنا كنت محتاجة بس أعرف تفاصيل أكتر عن طرق بابا في الفتح. كان لازم يبقى من حد قريب منه، أقرب حد ليه. دي اتحبست ظلم بسببنا، أمها ماتت بسببنا، كمان عايز تأذيها؟ هي اللي وقفت لي. هي ما عملتليش حاجة. لا، وقفت لي في عالم الروح وكمان صدتني. وبعدين اللي يشوفك كده يقول يعني انك بريء قوي ومالك وما عملتش حاجه. لا، الحقيقه انا اوسخ منك بكتير، لاني اذيت ناس كان المفروض ابقى انا ظهرهم وسندهم، ناس ما شفتش منهم غير كل خير وبعتهم عشان واحده واطيه زيك. كداب يا بيبي، لو جات لك الفرصه تاني تبيعها ما هتبيعها. انت بتاع نفسك وبس يا اياد. اوعى كنت بصاحبها ازاي ده؟ لا اوفر قوي بصراحة. انت ممكن تسيبك منه وتشوف اللي بيحصل ده دلوقتي؟ عندنا شغل. شغل ايه بس؟ هنكمل ازاي؟ الدنيا اتبهدلت. اللي اتبهدل ده هيتصلح. انزل اتصرف، هات لنا قطة تانية. يلا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ما تخليش حاجة تفوتك.